يتم معالجة هذا الجفت الزيتون من لحظة خروجه من المعصرة عبر إضافة مواد صديقة للبيئة يستخدمها الإنسان في حياته العامة، وبالتالي يتم خلطها وتجانسها عبر خلاطة، ثم يتم وضعها داخل مكبس قمنا بصناعته محليا بموارد محلية في قطاع غزة، وبالتالي نحن بنحاول نستخدم الموارد المحلية في ظل نقص الطاقة وأيضا كمان نقص الإمكانيات المحلية والحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة. مزارع الدواجن يتم استخدامه او الى ستات البيوت تستخدم فرن الطينه او الى المصانع التي تستخدم المشغولات اليدويه المفتول او المعجنات. ايضا كمان يتم استهلاك هذا الجفت الزيتون لمده اشتعاله وعاليه اشتعاله وكميه الحراره الناتجه منه ورخص ثمنه مقارنه بالمواد البتروليه وايضا مواد وغاز الطهي. جفت الزيتون يعطي حوالي 3 ساعات فتره اشتعال بسعر حوالي 100 دولار للطن، وبالتالي سعره مقارنه بحطب العادي حوالي 700 شيكل مقابل 350 شيكل، حوالي نصف، ويشكل هذا دعم الاقتصاد الفلسطيني.